سلامتك. معكم الدكتور أحمد سليمان أبو عيشة، أنا طبيب أسنان من أكثر من 24 سنة. بتعرف إنه اللثة اللي بتنزف معناتها مرض في شرايين الجسم، وبتعرف كمان إنه كثرة تسوس الأسنان معناته إنه عندك نقص معادن فيتامينات في جسمك. الفم هو نقطة التواصل مع العالم الخارجي، صحة الفم من صحة الجسم، والفم المريض معناته جسم مريض. احجز استشارتك المجانية معي، أنا الدكتور أحمد أبو عيشة في مركز سيم دي، عشان نعرف أكثر عن صحتك من أسنانك.